برحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بنت النيل، متواصلون معكم في الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، أعده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. الحقيقة احنا معانا النهاردة موضوع غاية فيه الأهمية، احنا دايما الحقيقة بنتحدث عنه في الشهر الفضيل، ولكن نتيجة يعني الأحوال الاقتصادية التي يعني إلى حد ما فيها كثير من المشاكل حاليا، فإحنا لابد أن نقف وقفة يعني صامدة ونحمي المستهلك ونرشد الاستهلاك، لأن في الشهر الفضيل الحقيقة إحنا بنلاقي كم الشراء على المستلزمات الأساسية أو المستلزمات فيما يخص أشياء رمضان الحقيقة بنلاقيها بشكل سافر وكثير، يعني بشكل غير طبيعي، فطبعا ده بيكلف الدولة أموال طائلة. إحنا يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أستاذة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، عضو المجلس إدارة جهاز حماية المستهلك. برحب بصيتك، كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. أرحب بأستاذة نجوى رجب، كاتبة صحفية وباحث في قضايا شؤون الأسرة والمجتمع. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب إحنا هنتابع التقرير ده ونبدأ معكم الحلقة. أجواء غير عادية يستقبل فيها المصريون شهر رمضان الكريم، وسط موجة من ارتفاع الأسعار تعمل الدولة جاهدة على السيطرة عليها. وبالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية لتوفير السلع في المجمعات الاستهلاكية وزيادة الرقابة على الأسواق التجارية والتعجيل بمعارض أهلا رمضان ومبادرات القوات المسلحة والشرطة المدنية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفي كل أنحاء الجمهورية. ومع كل هذه الجهود والتوجيهات الرئاسية بضبط الأسواق وتوفير السلع، فهناك مسؤولية ملقاة على المواطنين للمساعدة على خفض الأسعار ومنع الجشع والاستغلال من قبل بعض التجار، فعلى جميع الأسر أن تعيد حساباتها وتعمل على ضبط إنفاقها وترشيد استهلاكها. فمع اختلاف الظروف يجب الترشيد في الإنفاق والتقليل من أصناف الطعام في مائدة الإفطار الرمضانية والتي لم تعد مناسبة، كما أنها تتنافى مع حكمة الصيام، ولا يعني ذلك أن نتخلى عن التجمعات الأسرية والعائلية التي تميز الشهر الكريم، ولكن المطلوب هو عدم المبالغة في إعداد الولائم وأصناف الطعام والحلويات، مع زيادة الاهتمام بالتكاتف الاجتماعي ومساعدة المحتاجين والإنفاق في أوجه الخير المختلفة. وقد فتح ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات في شهر رمضان الباب واسعا أمام الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة كربة بيت في مواجهة هذا الغلاء بعدم الإصرار على الاستمرار في نفس النمط الاستهلاكي والحفاظ على مستوى الإنفاق في معدله الاعتيادي، كما أن المسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف داخل الأسرة الواحدة من خلال التأكيد على أهمية تعلم المرأة والأسرة عموما لثقافة ترشيد الاستهلاك بعدم شراء احتياجات تزيد عن الحاجة والتخلي عن عادة الشراء لمجرد إشباع الرغبة في الاستهلاك السلبي. فالتحرك المشترك من قبل كل أجهزة الدولة للسيطرة على الأسواق مع شعور المواطنين بالمسؤولية وممارسة دورهم في التأثير على الأسعار من خلال خفض الطلب وعدم التخزين هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه الموجة السعرية المرتفعة وعبورها بسلام وبأقل قدر من الأضرار. برحب بكم مرة أخرى، برحب أستاذة سعاد. دلوقتي أستاذة سعاد، السنة دي الموضوع مختلف يمكن إلى حد ما نتيجة ظروف سياسية معينة، الحرب في أوكرانيا، ولكن على يعني أزمة الأوكرانية الروسية، ولكن على الرغم من ذلك إحنا عندنا احتياطي وفير. أنا شايفة ما شاء الله المجمعات الاستهلاكية فيها كل حاجة بأسعار زهيدة، حتى أنا بشتري منهم، يعني أسعارهم كويسة جدا جدا عن باقي الأسواق. حضرتك رأيك إيه؟ طبعا هي الأزمة يعني على المستوى العالمي، ماشي، الأزمة على مستوى بلد معين، يعني هي تأثيرات الأزمة إنه حتى بقى إن أنت تستوردي من أماكن تانية، خصوصا بلد زي مصر
فيها كتير من السلع مبنية أساسا على المكونات اللي بتيجي من الخارج. وإحنا كمان يعني بطبيعة الحال إحنا دولة مستوردة ومستهلكة كتير. فشهر رمضان طبعا لما يدخل علينا بطبيعة الحال إن إحنا عندنا بتزيد حجم السلع في الاستهلاك بتاعها أكتر من مرة ونص، فبالتالي ده مؤشر إلى أنه ممكن قوي أن السلع في الوقت ديت أنها هي تشحم السوق، وأن ما يبقاش فيه موجود سلع تانية فتبقى المشكلة الأكبر. فالحقيقة الدولة تنبهت لهذا من فترة طويلة وعملت جزء كبير من الستوك أو المخزون يعني زي ما بنقول كده هي تحرت الحذر في انها يبقى عندها مخزون سلعي متوافر لمدة ما هيش قليلة، يعني تستوعب شهر رمضان وبعد شهر رمضان كمان، لان احنا ما احناش عارفين حتى الحرب دي تستمر الى متى يعني. فبداية كان موضوع القمح، واحنا عارفين طبعا بطبيعة الحال ان القمح وجبة اساسية على مائدة كل واحد فينا، فبالتالي انه هي لما تاخد بالها من نقطة زي دي، ودي برضو استفادت من خبرتها في موضوع كورونا، يعني قبلها احنا لسه ما صحناش الوجع بتاع كورونا، لكن الاستمرار في الحاله ان احنا يبقى في عندنا مخزون. طبعا عملت الصوامع، عندنا برضو حجم كبير من الانتاج هيجي في الشهر الجاي ان شاء الله. ده في حد ذاته يعني نوع من التأمين الغذائي للمواطن المصري. يعني هاخد من حضرتك النقطة دي، نتوقف عندها برضو، يعني المواطن المصري لازم يشعر بالأمان ويشعر بحاجة تانية، ان في مشكلة موجودة. فأنا هاخد الإجابة من أستاذة نجوى، في مشكلة موجودة ان احنا لازم نحد من الاستهلاك. الحد من الاستهلاك ده مهم جدا، وحضرتك بصت كاتبة صحفية، دور الإعلام في ذلك. كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين والعالم العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك. عايز أقول لحضرتك أن الإعلام عليه دور مهم جدا، الإعلام سواء كان إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء عليه دور مهم جدا في التوعية والتثقيف للمواطنين بترشيد الاستهلاك، خاصة الأسرة المصرية والمرأة المصرية. يعني عايز أقول لحضرتك مش خلال بس شهر رمضان بس إن احنا نرشد الاستهلاك، المفروض نرشد الاستهلاك يعني طوال العام، لأن الأسرة المصرية دائما في أعباء عليها، عندنا دخول رمضان، الأعياد، دخول المدارس، الصيف، فدايما احنا عندنا مناسبات وعندنا عادات وتقاليد، وكل موسم عندنا أو الحقيقة احنا كل مواسم عندنا متصلة بالغذاء. يعني عيد الفطر، الكحك والبسكوت، عيد الأضحى. لا احنا الكحك والبسكوت قبل الشهر الفضيل اخر 10 ايام يبتدي يتحط على طاولة البأكولات. يعني احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا والموروثات اللي احنا ما بنقدرش خالص يعني نستغنى عنها، ولكن احنا لازم نكون برضو كمواطنين متحرين الحذر، ان احنا لازم نحد الى حد ما من استهلاكاتنا. طيب احنا عندنا مخزون كويس، وزي ما احنا قلنا الحرب احنا مش عارفين مستمرية ممكن في يوم عايز اقول لحضرتك توقف الحرب توقفت في الوقت الحالي اثرها هتستمر الى 20-30 بالظبط لو استمرت بالزبط. اليوم لكن احنا مش عارفين هي هتستمر امتى، هتتوقف امتى، لكنها لو توقفت اليوم اثرها هتستمر الى 20-30.
علشان كده لازم الأسرة المصرية يكون عندها ترشيد في الاستهلاك، يكون عندها خطة استراتيجية انها توفر جزء من الدخل ليها، وده طبعا دور المرأة ودور الزوجة مهم جدا انها تشوف متطلبات الأسرة، لان اكيد عندها مدارس، عندها دروس، عندها تمارين، عندها يعني دروس خصوصية، عندها ملابس للأطفال، عندها مواد غذائية بتشتريها، عندها متطلبات طيب. بتيجي عندها فواتير، عندها إيجار بالظبط. طب استاذ سعاد، احنا ملاحظين الفتره الاخيره المواطن المصري بيشتكي، يعني خلينا نكون صريحين ان الغلاء عام الجميع، عام الجميع، لكن طبعا في حاجات كتير جدا ممكن الاستغناء عنها. بالظبط. ولكن عاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا بتيجي تحول دون ان احنا نعمل كده. فاكتر حاجه بتبقى يعني مش عايز بالعاميه متعبه، يعني بتكلم بالعاميه انها متعبه، ان انت تغيري ثقافه شعب. بالظبط. بياخد وقت كبير، بياخد وقت كبير جدا. فحضرتك تقولي ايه؟ لا بس هي عمليه تعود. يعني انت اي واحد فينا بيسافر مثلا بره وهم اكثر دخلا مننا، بيشتري بالقطعه، بتلاقي ان هو يشتري بالوحده. احنا عندنا برضو بنتسم باننا عندنا المظهريه كبيره، هنتكسف نروح لاسد نشتري بالقطعه. مش هي عادات خدناها ان احنا دايما نهتم بالوفره او بالكسره، مش بنهتم بالكواليتي. يعني انت مثلا يقول لك ايه، انت المصريين اول حاجه بيبصوا عليها السعر، لكن ما بيبصوش على الكواليتي بتاع الحاجه. عشان يعني حضرتك مثلا لو معزومه في عزومه وداخله والعدد مش كتير، فانت جايبه مثلا أربع قطع، ممكن يتبص لك بصة إن أنت بخيلة. سوري، يعني في كلمة إن في ده نوع من الحرص والبخل وكده. لا بخيلة إن أنت يا ده أنت يعني وممكن إن أنت هم عشان كده بقول لحضرتك إن إحنا دي سمة من سماتنا إن إحنا بنحب المظهرية. يعني بقول لك إيه، وسع على أولادك، وسع. الحقيقة شعب معطاء، يعني يحب يشتري، شعب يحب يهاجر. لا هو نوع من الكرم، إن هو ده يعني إنه بيتسم بنوع من الكرم. مع إنه الكرم مش معناها ان انا يعني ولا تسري المبذرين يعني الكرم ده ولا يبقى فيه الكرم ده المبذرين، يعني ارمي الحاجه في الاخر في الزباله. يعني انا اجيب على قدي. انا بقول دي فرصه في ظروفنا اللي احنا فيها دي، ان احنا نغير او نسرع من عمليه تغيير النمط الاستهلاكي بتاعنا، واننا نبقى نرشد استهلاكنا. فبالتالي ده في الاول والاخر هيعود علينا برضو بالنفع. طبعا. يعني احنا كاشخاص هيعود علينا بالنفع، لانه انت بتستهلكي حاجه ممكن ان انت يعني ما هتديكي حاجه اضافيه. بالعكس، الناس الستات بقى زي ما بيقولوا بتعمل وترجع تاني تروح تخس، فمش داعي يعني. طيب استاذ نجوى، حضرتك تعليق على الموضوع ده. عايز اقول لحضرتك ان احنا لازم نغير ثقافه الشراء للاسره المصريه، نشتري احتياجاتنا ونشتري المنتجات الضروريه، ونبعد عن الكماليات او الحاجات المش ضروريه. ولازم ان احنا يعني نستثمر شهر رمضان المبارك ان احنا نعدل ونغير السلوك، نشتري منها نسبة، يعني كميات صغيرة، نسب يعني على حسب عدد أفراد المنزل. بس لازم يساعدنا برضو، نساعد اللي هو المنتجين إنهم يعملوا أحجام صغيرة. بالزبط. لكن ما يبقاش كله بالكيلو يعني. زي ما حضرتك قلتي، يعني كلوا واشربوا ولا تصرفوا. ان احنا نرشد استهلاكنا ونشتري الضروريات ونبعد عن الكماليات والحاجات اللي مش ضروريه، واعرف ميزانيه الاسره واعرف دخلي ايه، الحاجات الاساسيه اللي انا لازم ما هتخرج مني كل شهر، سواء كان ايجار، سواء كان فواتير، سواء كان دروس، سواء كان كل متطلبات المنزل. وان انا احاول ان ادخر من المرتب جزء، وان انا برده لازم اطلع استثمر شهر رمضان ان انا اطلع صدقات طبعاً. واشوف الاقربين، يعني الاقربين
ربنا اولى بالمعروف، اشوف في محيطي الاقرب فالاقرب فالاقرب، ويكون طبعا العطاء بشكل جميل، ان انا ما اجرحش اللي قدامي او احرجه، ان انا اجيب له هديه حلوه، سواء انا حاجات رمضان او كده، ان انا عايزه اهديه بيها اقدمها له بشكل جميل، مش بشكل فيه جرح ليه او كده. وان انا استثمر شهر رمضان، هو شهر عباده، يعني ربنا سبحانه وتعالى اذا جاء شهر رمضان يعني ادانا 5 هدايا. اول هديه ربنا سبحانه وتعالى بينظر لعباده في اول يوم من شهر رمضان، اذا نظر الله لعباده لا يعذبهم. ثاني هديه ان ربنا سبحانه وتعالى بيامر جناته انها تتزين لعباده الصائمين. ثالث هديه ان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحه المسك. الهديه الرابعه ان اخر يوم في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لجميع الصائمين. احنا عايزين نستثمر شهر رمضان ان احنا نقرب من ربنا، ان احنا نغير في عاداتنا اللي مش كويسه، حتى مثلا المدخنين او كده لو استثمروا شهر رمضان هم يبعدوا عن التدخين، لان 21 يوم لو الانسان استمر على عاده خلال 21 يوم بيصبح بعد كده انها سلوك. انا ممكن اواظب على الصلوات، انا ممكن يعني يكون عندي الانفاق ده، ارشد الانفاق وارشد الاستهلاك، علشان خاطر ان انا عايش حياه فيها رفاهيه وفيها رضا وفيها حب، وان انا استمتع برضو بحياتي. انا مش عايزه الانسان يعيش في تقشف او كده، لا، يشتري كل حاجه وعايزها ولكن بكميات قليله ويشتري احتياجاته. للاسف العادات والتقاليد ان احنا لما حتى بنشتري اليميش بنشتري يعني كم كبير جدا، وبيقعد من السنه من رمضان لرمضان لرمضان بالزبط. والعزومات بيكون عليها كل الاصناف وبكميات كبيره جدا علشان الشكل مش اكتر وعلشان المظاهر. استاذ سعاد، في الفتره السابقه الحقيقه لقينا الدوله خدت مجموعه من القرارات، قال لك اللي هنلاقيه مثلا مشون ارز او سكر 5 سنوات غرامه. يعني الجشع اللي بيحصل من البائعين او من ايه راي حضرتك التجار، ايه راي حضرتك في قرارات الدوله؟ لا، هي الحقيقه الدوله خدت مجموعه من القرارات الهامه جدا، وحاولت في الفترة دي كمان ان هي تطبق القوانين اصلا اللي موجودة. يعني احنا عندنا في قوانين موجودة حماية المستهلك، لحماية المستهلك وكمان وحماية والقانون الخاص بجهاز تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انه في حالة ان احتكار السلع وانه ان هو يخزنها بغرض ان هو يرفع اسعارها او ان هو يحجبها عن السوق، ده بتعتبر جريمة يعني. وبعدين في نفس الوقت انه هي برضو خدت اجراءات من ناحية الموضوع العيش اللي هو كان بيبقى في الشارع ده، وانه اتعمل الوقت ليه نظام، وانه هيبقى فيه نوع من الاشراف عليه بدلا من انه هو كان يبقى عرضة لكل الحاجات اللي زي ما بنقول الاتربة او عوادم السيارات او الذباب او غيره، وده بيضر بصحة المستهلكين. برضو خدت قرارات بان يبقى فيه اتاحة عشان ما يبقاش فيه مضاربة على السلع، ان اتاحة دي من خلال المجمعات الاستهلاكية، من خلال المجمعات اللي عاملاها الشرطة كلنا واحد، ومن خلال كمان المجمعات اللي هي اهلا رمضان اهلا رمضان ما يتبع يعني بيشارك فيها الغرف التجارية. لكن القوات المسلحة عاملة الوقت شوادر في الشوارع، عاملين عربيات، دي الاتاحة في حد ذاته بتدي نوع من المنافسة، فبالتالي بتقلل الاسعار. دي عكس بقى اللي هم كانوا مخزنين الحاجات او السلع. لا، يعني الدولة اجبرتهم انها اجبرتهم ان هم واحنا عندنا بقى مستبنتي ممكن قوي كمان اللي هي اللي مثلا الحاجات الضاره اللي هي تحت بير السلم دي، برضو دي مشكله كبيره، ان في الازمات دي تلاقيهم مثلا استغلوا الفرص وبيعوها باسعار رخيصه فالناس بتشتريها. فيعني برضو انا بهيب من المستهلكين انهم يشتروا من مكان مضمون، المكان عليه رقابه، ما يشتروش من الشارع او بيشتروا من الاماكن المعرضه لاي سلع من هذه. استاذه نجوى، في حاجه برضو مهمه جدا متصله برضو بالعادات والموروثات،
يعني انا مثلا لما باجي اتكلم مع حد بقول لهم مثلا في المجمعات الاستهلاكيه اللي تبع الشرطه وتبع الجيش، هم عايزين يشتروا من نفس المكان اللي هم قاعدين فيه، يعني في نفس الحي مثلا اللي هم فيه. طب ما انتوا لو يعني نزلتوا بسياراتكم او حتى بوسائل المواصلات ورحتوا اشتريتوا حاجتكم هتقف ارخص بكتير. احنا عندنا الحاله اللي احنا عايزين تعود على تعود ان احنا بنجيب كل حاجتنا من جنبنا. لا طب ليه؟ ما احنا كده ده ذكاء المرأة بقى وذكاء الأسرة المصرية في الوقت ده بقى. وعمليات التوعية اللي احنا بنقوم بيها خلال طبعا وسائل الإعلام، ان احنا بنوعي الأسرة المصرية وبنقول لهم الأماكن اللي موجود فيها المنتجات. هو الحقيقة في كل حتة، عايز اقول لحضرتك في كل المحافظات وفي كل الميادين وفي الاماكن اللي فيها تكدس سكاني وكثافه سكانيه عاليه، فيها المعارض، معرض اعلى رمضان، معرض كلنا واحد اللي اقامته وزاره الداخليه، قوات المسلحه، هيئه الامداد والتموين، عامله شغل كويس جدا ومقدمه منتجات في منتهى الجمال، ويعني عايز اقول لحضرتك بجوده ممتازه وعاليه جدا، والاسعار 50% و60% خصم. كل الاسعار موجوده طبعا عندنا، وزير التموين ووزير التنمية المحلية في الفترة الأخيرة افتتحوا معرض أهلا رمضان في كل المنتجات، وتم الافتتاح في مناطق فيها كثافة سكانية عالية زي شارع الملك فيصل، الهرم المهندسين، ومساحة المعرض كبيرة جدا في كل حتة في مصر، كل حتة في المحافظات موجود المعارض وموجود منتجات بأسعار كويسة جدا جدا جدا. وأنا عايزة أقول برضو مش معنى أن الأسعار كويسة ان احنا نشتري كميات كبيره جدا جدا وان احنا نخزنها، لازم نشتري برضو على قد احتياجاتنا. وعايز اقول لحضرتك ان في دور مهم جدا على ائمه المساجد في الوقت طبعاً الحالي انها طبعاً توعي الناس وتقول لهم خطوره وحرمانيه احتكار السلع، لان المحتكر ملعون، لازم تبلغهم ولازم تقول الكلام ده كله، لان التاجر بيبص على المكسب اكثر ما بيبص على الجوده او طبعاً على فعلا يكون في حس وطني. وعايز اقول لحضرتك برضو ان الفتره الجايه اكيد الدوله هتتخذ اجراءات جديده في زراعه القمح، لان طبعا احنا بنعتمد، احنا من الدول الافريقيه اللي بتعتمد على استيراد القمح بشكل كبير جدا ومستهلكه. ففي الفتره الجايه يمكن الازمه الموجوده حاليا فرصه ان احنا يكون عندنا خطط بديله وخطط على المدى الطويل ان احنا نستثمر وان احنا نزرع قمح. احنا عندنا دول صديقه، احنا عندنا السودان لو تم زراعه الارض خصبه جدا، لو تم زراعتها هتكون سله العالم من الغذاء. اكيد انا متاكده ان الفتره الجايه هيكون في حوار مجتمعي، ان احنا لازم نشرك المواطن في الحل. طبعا لو هو شريك في الحل هيكون شريك في كل شيء، وهيكون متقبل وهيسارع بالوقوف بجانب الدوله، وهيكون مواطن فعلا على قد المسؤوليه. طيب يعني استاذ سعاد تقولي ايه للمواطن؟ يعني احنا دايما بنبقى حريصين ان المواطن ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي المواطن البسيط، فتقولي ايه للمواطن حضرتك؟ اقول له كل سنه وانت طيب. يعني احنا في شهر فضيل، فالشهر ده شهر عباده اكتر منه يعني اي حاجه تانيه، ويا ريت ان في ظل الظروف ديت ان احنا كلنا نتعاون، كلنا واحد. ليه؟ لان كلنا مفروض ان كلنا يعني سواء دوله او حكومه او قطاع خاص من واقع مسؤوليته الاجتماعيه او افراد او شعب، كلنا لابد ان احنا في وقت الازمات نبقى على قلب رجل واحد. احنا عايزين بلدنا ما تتعرضش لاي مشكله، زي ما احنا بالضبط ما احناش عايزين نفسنا نتعرض لاي مشكله. الحقيقه هي كمان في مفاتيح حل بتكمن، طبعا الدوله بتقوم بدورها على اكمل وجه. انا الحقيقه وكثير من المحللين بيروا خاصه ونحن مع الشهر الفضيل، في دور على رجال الاعمال، ده دورهم دلوقتي، يعني ده دور رجال الاعمال، المجتمع المدني طبعا فيما يخص طبعا الغلاء والتوعية لا والمساهمة هو يعني انت حضرتك دلوقتي في يعني المجتمع المدني في كتير من اللي هي الجمعيات عاملة طبعا يعني الوجبات بتاعت ونازلة القرى والنجوع والأماكن اللي هي حتى بعيدة جدا جدا، بيتوزع اللي هي دي نوع من المشاركة المجتمعية برضو.
عندنا يعني الدولة عاملة يعني دورها مجهود مجهود ان انت في مشاركتها في الاماكن اتاحة السلع وغير ويبقى موضوع التعداد السكاني طبعا اللي بيلتهم كل حاجة يعني طبعا احنا بنزيد كل يعني كل سنة اكتر من 2 مليون نسمة قد بلد بحالها احنا مطلوب مننا ان احنا فعلا يبقى في عندنا روح جميلة في العطاء في هذا الشهر الكريم واننا فرصة ان احنا نرشد استهلاكنا واننا فرصة برضو ان احنا ننظم حياتنا لانه احنا ممكن نكون هنتعرض لحاجات من دي كتير في الفترات ممكن في فترات تانية جاية يعني فبيكونش اساسا يعني مننا لكن هو ممكن قوي تكون جاية من بره علينا زي ما طبعا شايفين تاني حاجة انه الدولة كمان بتسعى ان هي توطن الوقت الصناعات المحلية في مصر بحيث ان احنا نقلل من حجم الاستيراد اللي احنا بنستورده وبنستهلك كميات كبيرة من العملة الصعبة فده دورنا طبعاً. ان احنا كمان نبقى حريصين جدا ان احنا برضو نشجع بلدنا ان احنا نشتري من المنتجات المصرية لانه حتة بقى الاجنبي والبتاع احنا كنا بنبص له على انه يعني سلعة تقعد معانا الحقيقة هو في فترة كمان الجائحة يعني جائحة كورونا الناس اللي كانت بتشتري اونلاين او يعني عبر النت لا الحقيقه في منتجات مصريه في منتهى الجمال يعني فعلا بجوده عاليه ممتازه وزاره الانتاج الحربي عامله ظهرت جليا بقى في الجائحه وقت الجائحه اتفضلي ما هي جائحه كورونا برضو ليها ايجابيات غير السلبيات عايز اقول لحضرتك ان مصر الحمد لله خلال الست سنوات الاخيره كل الاجراءات اللي قامت بها في ملف الاصلاح الاقتصادي خلت مصر انها تقف امام جائحه كورونا يعني في دول عظمى ودول كبيره ما قدرتش تقف امام الجائحه ولكن مصر الحمد لله قدرت انها تقف وقدرت انها تكمل والمشاريع استمرت في كل ما المشاريع الجديده العاصمه الاداريه كل المشاريع القوميه بالظبط استمرت والحمد لله يعني برضو يعني القطاع الخاص كان يعني اثار كورونا عايز اقول لحضرتك ان القطاع الخاص او في بعض الوظائف للاسف تم الاستغناء عن بعض العماله او بعض الموظفين او تقليل المرتبات وده طبعا بعد في الفتره الحاليه الازمه والحرب الروسيه الاوكرانيه ده كمان جاءت بعد جائحه كورونا فكل ده يعتبر ازمه على الاقتصاد العالمي وطبعا مصر جزء من الاقتصاد فتاثرت هي الاخرى بكل هذه التداعيات سواء كانت جائحه كورونا وبعدها الازمه الحاليه الروسيه الاوكرانيه مش عارفين هتستمر الى متى او الازمه هتقف امتى ولكن الحمد لله هي ازمه عالميه هي مش مصر استطاعت ان تقف وانا يعني متاكده ان باذن الله هتستمر وهتستطيع انها تقف وتكمل وتتصدى للازمه الحاليه. تقولي ايه البنت النيل المرأة المصريه في يعني في رمضان ايه النصيحه اللي حضرتك ممكن تقدميها لها؟ بقول لها طول عمرك طول عمر بنت النيل جدعه وصامده وفيها نوع من الشهامه الكبيرة جدا جدا والقدرة على إدارة الأزمات في بيوتنا كلها كانت بسبب بنت النيل يعني إنه النهاردة الحمد لله أنا ما يعني طبعا أنا من جيل سابق يعني فالحاجات الكتيرة اللي كنا بنطالب بيها الحمد لله الوقت اتحققت ان كتير من الانجازات كتير طبعا. جدا انا بشوف ان القيادة السياسية الحقيقة كان لها دور يعني مشرف ودور كبير جدا في تحقيق الامال اللي حققناها احنا في ايام يعني اتحققت على في الايام ديت وكنا نفسنا يعني نحققها من زمان يعني المرأة الوقت وصلت للمراكز القيادية واثبتت بجدارة يعني فيها شوفي كانت
عندنا نفسها عندنا وزيرة واحدة الوقت. شوفي كم عدد الوزراء الوزيرات اللي موجودة في الحكومة، كم عدد نواب مجلس الشعب. أنا كنت بكتب على أنه أربع ستات مش كفاية، بقوا الوقت أكتر من 160 واحدة في مجلس النواب. النهاردة دخلت البنت القضاء في مجلس الدولة، يعني أكتر من 90 سيدة دخلوا مجلس الدولة. في ما كانش، كان ممنوع، ويقولوا لك انه يعني ممنوع انها تدخل الجزء القضائي، يعني الجزئيه دي من العمل يعني. فانا بشوف ان لا، اتحققت حاجات كتير، وفي وقت انا بشوفه ان هو وقت قصير جدا جدا، وبدعو من ربنا انه يعني بلدنا يا ربنا يحقق لها كل الامان الطيبه وبقياده الرئيس السيسي، لانه فعلا وقف جنب فئات معينه، مثلا يعني اصحاب الاحتياجات الخاصه، الشباب، المرأة. يعني أنا بشوف إن مبادرات الصحة، يعني مبادرات الصحة، صحة نعم بالظبط، الفيروس سي، في حاجات كتيرة جدا اتعملت في فترة زمنية قليلة، بجانب إن أنت يعني البلد أصلا كانت خارجة من ظروف قاسية يعني. فنتمنى لبلدنا كل الخير والتوفيق، وطبعا إحنا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، فبالتالي انعكس أثر علينا. دور الحقيقة لينا دور توعوي يعني. حضرتك أكيد لو حد بيجي يسألك أسئلة معينة من المواطنين البسطاء، إحنا لينا دور طبعا يعني. طبعا هي مسؤولية كمان طبعا، يعني هي دورنا ده. الكلمة مسؤولية، مسؤوليتي إن الإعلامية أساسا، ومسؤوليتي تجاه حماية المستهلك طبعا. فأنت بتحاولي من خلال خبرتك إن أنت تفيدي غيرك من الناس مش بالكلام بس يعني. صح. أستاذة نجوى، عايزين توجيه كلمة لبنت النيل. هقول لحضرتك، المرأة المصرية في عصرها الذهبي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان عام 2017 هو عام المرأة المصرية. المرأة المصرية حصلت على مكاسب كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة، ثلث مقاعد مجلس النواب للمرأة، 8 وزيرات في حقائب وزارية هامة جدا المرأة بتقوم بها، المرأة بتمضي عقود بالملايين، موجودة في كل مكان. المرأة دلوقتي أصبحت لواء، ويعني في اماكن كبيره جدا، اعلاميه وصحفيه وطبيبه، بتثبت نفسها، بتثبت نفسها في اهتمام كبير جدا من الدوله بالمراه المصريه، وبكل الفئات، وبكل يعني بكل الفئات اللي موجوده. وعايزه اقول لحضرتك كمان ان المراه المصريه هي رمانه الميزان، وهي كل شيء، وهي اللي تقدر توجه، وكان ليها دور في الثورات مهمة جدا، وهي اللي سندت الدولة المصرية. ودائما الرئيس السيسي يعني يثني على المرأة المصرية. مفيش الحقيقة مناسبة إلا بيذكر المرأة، هي أم وزوجة الشهيد، وأثبتت أنها امرأة قوية وتقدر تتحمل المسؤولية، وفي أي مكان بتكون موجودة فيه بتتحمل المسؤولية. وما اعتقدش يعني ان المرأة المصرية زيها زي اي حد، هي مرأة مختلفة، وسواء كانت امرأة عاملة او ربة منزل. في الوقت اللي كان كل نساء العالم جواري، كانت المرأة المصرية ملكة بالظبط. فالمرأة المصرية حالة مختلفة، وعندها كبرياء، هي ملكة في كل بيت والله. وحتى لو هي ربة منزل عندها شخصية قوية، وتلاقي الرجل بيرجع لها في كل حاجة، حتى لو مش بتشتغل، حتى في الأرياف وفي الصعيد، لو حتى في موضوع تلاقي الرجل يقول لك هشاور الجماعة، هشاور الجماعة وبياخد برأيها، وبيبقى رأيها صائب. على فكرة السيدة في سواء في وجه قبلي أو بحري قوية وذكية، قوية جدا، قوية جدا الحقيقة. يعني لما تيجي تتعاملي لا يعني قوية، ما بتكبر كمان يعني. أنت مثلا في بعض البلاد بتلاقي أن الـ الأم هي الحاكم الفعلي في البيت على أولادها الكبار، وعلى لأن هي برضو هي مربية الأجيال يعني. لو هي ده شفناه حتى جالهم في الدراما، الدراما المصرية بالفعل. والأم دي لو هي ما يعني بقول لك يعني الأم لو ما ربطش أولادها كويس، أولادها هيطلعوا مش كويسين. فهي من الأسلم الاهتمام فعلا
بالمراه علشان هي المستقبل. يعني انا بشوف ان هي اللي بتربي الاجيال الجايه، اولى بينا ان احنا يعني نهتم بيها علشان ان هي في الاول والاخر هي اللي هتبقى تربي. عايزه اقول لحضرتك كمان ان المراه بتتحمل المسؤوليه. انا طبعا من طبيعه عملي وحياتي الشخصيه المراه بتتحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا، سواء كانت امراه عامله او غير عامله. تلاقيها بتشتغل وبتدرس بتربي الولاد، بتودي تمارين وبتعمل الاكل وتهتم ببيتها وبتهتم بالزوج 24 ساعه، بتشتغل وعقلها شغال وعامله خطه لنفسها وعامله جدول وعارفه ايه اللي وراها. فهي نموذج فريد ومش بتكسل. خاصه لبنت النيل الحقيقه المراه المصريه. طيب انا في نهايه هذا اللقاء الأستاذة الجميلة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أشكرك. أنت أستاذتنا كمان من زمان، يعني أستاذتنا في الإعلام. والأستاذة نجوى رجب كاتبة وصحفية كبيرة والباحثة في قضايا شؤون الأسرة والمجتمع، أنا بشكرك. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيبة. وإن شاء الله مشاهدينا نلتقي في حلقة قادمة من برنامج بنت النيل. كل سنة وأنتم طيبين.